سلام عليكم خاوتي، ازول صحة رمضانكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم. تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن، مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة اونو في ناكدي زاد، قناة اخبار المنتخب الوطني الجزائري واخبار محترفينا وفضح الفساد الرياضي بكل انواعه، ولسنا تابعين لاي طرف. خاوتي جبت لكم واحد الفيديو قمة قمة رائعة، غادي تشوفوه، غادي تزهاو بهذا الفيديو خاوتي. فيديو تاع الباساج مع رضا عباس مع حسين جناد وسيسيفيك، سيسيفيك لو ديبيتي النائب المثير للجدل اللي كان معارض اللي قصب بوشارف، قصب العصابه كلها. قمه، شوف نتحيلك، الف تحيه عمي سيسيفيك، عمي ميسوم نتحيلك، تاليزون ملم خاوتي، ملم بكل قضايا الكره الجزائريه، ملم. تقولي تفرجنا في اليوتيوب، تقولي تبعنا، قال لي نقولوا قال خلاني ما شوكي شوكيت به. اه لا تسع ملم، جرجرهم الباع، جرجر زطيوش، جرجر شرف الدين عمر بابلو اسكوبار، جرجرهم عمر اسكوبار، جرجر الاربيترا، جرجر شيشافين بعد له. قال لهم ولق ملجا، قال لهم ولق ملجا المكرشه المسخه، قال انت تعتمد الجزائر في الرباط. زطشي قال لك مهزله، جبت على زطشي على المهزله تاع الرباط، قال لك مهزله من مهزلكم. جبت على التحكيم ديزينياس ب 50 مليون، شو كان على بالك؟ قال لك اعضاء بني وي 116، قال لك كاع سراقين وكاع منافقين، خلاني على بالك. وخلاني قال لهم، قال لهم شرشابي بلا ما يقول اسمه، قال لهم هذاك تاع عنابه قصوص يخلي 11 مليار او 12 مليار تاع عنابه ويجي في كوم يعطوش فيس بريزيدون، والله ما راه قاعد في البيرو فيدرال. قال لهم والله غيولي عنابه يخلي 11 12 مليار، عنده حتى لاسوم 11 12 مليار، سبحان الله. يمولي مولي من الازد، متابع وفي، لا تكسها عمي ميسوم. شوف قسم رضا عباس ثاني ضرب غايه حسين جنات، بس هو وقت على هذا معايا هذاك يشيد هذاك مازوني ولا مازوني هذاك تاع اللي غني مسكين تاع الشيطه تاع البوفوا هذاك، ما دار والو، غلقوا عليه، قالوا لي ملي كملت الحصه مازوني بغا يشيروا معاه البليده يوصلها، باسكو راه المديه تا وصلها، قال الله اعلم، قالوا لي وصل حسين جنات. با 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 خوتي غادي تشوفوا الفيديو قمه القمم. قال لك شوف، قال لك شوف يعرف، قال لك بزطشي لو كان ما داش الضيقه تاع الرباط تاع الصحراء الغربيه، قال لكم قسم من بالله غير يزيد عهده ثانيه، وهو عنده صح. قال لك التحكيم كارثي، وقال لك التحكيم هو العمود الفقري، وقال لك بل، قال لك من جابوا الشرشه، جابوا هذا عمور اسكوبار وخلوا لو مامبيرو فيديرال، خلعني. قال لها رشام حميده ولا عم حميده؟ قال لها غير شونجي. شوفوا اخوتي بعد نعطيكم تيتريزيم، شوفوا اخوتي الله يعطيكم الصحه. لا انا كيهضروا بالفن وهضروا بالفن، انا واش راني مفهوم؟ تفضل. حنايا لو غروسو مودو تاع هذا كرة القدم، واش نهضروا قبل، لان احنا نعطينا قيمة كبيرة لكرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، بزاف في الرياضة أكثر شعبية، هذه غير عند الجزائر سمحنا فيها. دوك حنا كي نشوفوا الاتحادية اللي راه ترأسها هذا سي عمارة، اللي راه جا من عند التبغي والتبغى والكبريت، وما ما أنا في مفهومي الخاصة، شكون أنا نعرف عندي كواليس ونعرف هذا شكون اللي رسموه، شكون اللي داروه، شكون اللي يقول لك السلطة، هذه التليفونات وكل شيء. دوك حنايا اللي رانا حابين نروحوا لبعيد، من المفروض هذا اللي كان صاحب يخدم الكرة القدم، أولا كيما راهم يطالبوا باللي العدالة تكون مستقلة، علاش ما يديروش سلطة التحكيم تكون مستقلة؟ صح، أنا راك خرجت الموضوع، أنا نكوبيك هكذايا كوبيني والله قاطعني هذيك حاجة، صح علاه نقاطعك لأنه راك خرجت على الموضوع. اليوم انا كي نتكلم ما نقولش الناس هذه راهي تسرق، ما نقولش هي تسرق، ولكن كاين تساؤلات، ماشي من حقنا نتساءلوا هذه الاموال وين راحت؟ اموال الاتحاديه في اربع سنوات تصرف 900 مليار. اليوم اذا ما سالناش هذ الناس اللي مشاو صرفوا وراحوا، اذا ما سالناهمش اليوم وقلنا لهم هذه الاموال وين راحت؟ هنا رانا نشجعوا في اللي يجوا من بعدهم، رانا نقول لهم ديروا كيما داروا الاولين، ما كاينش اللي راح. عندي جواب، انت سالت اموال هذيك عرفتها فيها في الحدث الرياضي، ما حبوش
هنا واش راني نقول لك؟ هنا رانا نشجعوا في الناس اللي جو من بعدهم، رانا نقول لهم ديروا واش داروا الاولين. يا حسين شكون اللي حاسب اولا؟ يا اخي لازم الجمعيه العامه. سبحان الله عندنا دوله. اذا ما كانش الجمعيه العامه كاين دوله. طبعا كاين دوله. شوف الدوله ما بغاتش ما حبتش واش تحب بصح هنا واش نديروا؟ يعني هنا ما نتكلموش، ما بقاتش كره قدم. الدوله لك كما هي، الدوله هي هيكل. ما بقاش تسير. علاش ما يكونش مراقب مالي كما راهم يديروا في البلديات وكما راهم يديروا في 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 باسكو الدوله ما بغاتش مراقب مالي. باسكو انا نعطيك مثال هنايا في حنايا في تاع كيما نقولوا حنايا تاع لي زيكيب تاع الدوائر سير كابي وهذو بالك باللي الناس نعرفهم واحد دفع لبنته دفع بنته ب 20 مليون 30 مليون يروح يمد هذاك لهذاك الفريق ويقعد شهرين ثلاث شهور تعاود تدخل له 150 مليون هنايا واش معناتها هنايا تبديد المال العام قول له سألوا شحال راهم ديبيتار الاتحاد تاع كرة القدم شحال راهم ديبيتار انا عندي رقم شحال راهم شحال ديبيتر كيقولوا ديبيتر كما واحد يقول لك راه ديبيتر واحد كريديتر شحال كيخرج هذا زط شحال راه ديبيتر با دخل هذا شحال راهم ديبيتر قولوا شحال شحال تعطيهم انت 245 مليار سي الخضر هذه ديبيه ديبي سي مراد عمي محمد صح نطرح لك سؤال عمي محمد بليطه عمي محمد نطرح لك سؤال راك تقول باللي حنا رانا نمدوا غير نمدوا غير قائمه سوداء رانا نديروا غير حاجه سوداء انا ما قطعش منا شوف على عمي محمد عمي محمد نعلق روحي انا يا عمي محمد نسوم دقيقه برك نسوم دقيقه عمي محمد ما شاء الله يا عمي محمد يا عمي محمد اسمع اسمع برك كلامك هو الكبير راك تقول باللي احنا نمدوا قائمه سوداء البديده انت نحكي لك على البديده شو وين راي وين راي اسكو سي نورمال انت مصير واحد كيما البديده ها مصير واحد مع المولوديه ايوا حبيت ندير لك انا الطابلو روز ما تقدرش ندير طابلو زيد والمهزله فيها شهادة اللي دارها زوجتي فيها شهادة والمهزله اللي بقينا عرة الناس حافظوا على هذه الامور وزيد هذه 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 اسكو راهم يخموا وشكون يمثل باسكو لازم يكونوا ناس دبلوماسيين باهي باهي يكونوا في اسكو عندهم هذو الاعضاء اللي عندهم باهي يكونوا ما تصير ناس كيما ضربه تاع هذا زاد شيء كون ما صراتلوش لافير تاع الرباط كان راه في العهده الثانيه شكرا اميره تفضلي اميره الناس اللي فقدت الامل حتى الاشخاص اللي باش يديروهم مثلا باش يمثلوهم في نقابه كرياضيين كفرق كذي يعني يبقوا ما عندهمش ثقه فيهم وهذا الشيء هذا الشيء جربناه وشفناه اليوم الواحد يكون مثلا في رابطه ولائيه تلحقوا يولي عضو في مكتب فيدرالي ينسى الرابطه تاعه وينسى الناس اللي كان يتكلم عليهم يبداوا من بعد واش يحوسوا على السفاريات على لي فريد ميسيون ديهم بالدوفيز هذيك 50 مليون لاربيت هذا شو هذا شو هذا ديزينياسيون تاع لي زاربيت اللي عبرها في لا ديزينياسيون تاع لي زاربيت تاع 50 مليون اليوم 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 راني نقول لك النقابه اليوم النقابه تاع النبا تاع النبا رايح اسمح لي خلنا هضروا سي ميسرو يجي النايب الرئيس لما طالوش نايب الرئيس يرجع العنبة تاع 11 مليار و15 مليار يتبع لك شادي الكرسي ويتبع الجافيل ولا اليوم 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 خلي حسين يكمل شوف اليوم اليوم كرة القدم عرجاء في الجزائر نروحوا نحبسوا كرة القدم لا احنا ماشي هذيك كأس افريقيا اللي جبناها درك تولي علينا النقمة احنا ماذا صح شي مليح جبنا لقب وما شاء الله ورفع الراية تاعنا ولكن هذا اللقب اللي جبناه يلزم نستثمروا فيه واليوم اليوم اليوم المهام تاع الاتحادية وهذيك وش باحتراماتي ليهم والله ما يصلحوا من الجزائر تبعني من واحد ما يشرف انا نهضر لك انا كان نهضر لك واي جزائريه شوف راهم كاينه 116 اللي في الجمعيه العامه هذه تاع كندو نحسبوا فيهم تلقى شوف اقسم بالله العظيم تك تشوف يحيى هذاك يهضر لك الهضره البارح يهضر هضره يجو هذاك الاخر البارح كان ضده من بعد عاد الصحافه عاد دير البرنامج تاع عماره كيف الصحافه تقدم البرنامج دوك انا منتخب ولا مترشح كيف انا البرنامج يعقبوا يجوزوا لي صحابي لا هو اللي يديروا ولا لا ما يستحقوش نقابه رانا بالبريكولاج لا اسمح لي المشكل المشكل النفاق وزيد اني نقول لك كاع سراقين نتحداه واحد يقول لك انا مش سراق سراقين كاع من الاول من الزر سي ميسو لا انا حنا كاين حنا كاين دي فوا لا لا خلينا نقول مراد وحاب يسخف واحد الموضوع حنا درنا نقابات شباب المجلس الوطني اللاعبي تاع بكري تاع مراد مازر زيد لك درك مع الاخر داروا وداديات بارك الله فيه هذه الوداديه هذه مع كل احترامات هذه فرقانية ولات راه يتكرم ولات فهمتني درك هذو الهيئات هذو يكرموا باش يبقاو هما هذا ما كان اليوم حق اللاعب ما كانش حنا نطالبوا اللاعب اللي بصح هنا اسمح لي هنا واش تغير كي جابوا عماره واش تغير
هو يهضرك على الجمعيه. لا لا انا نهضروا هنا بصفه عامه، وكي راهم بدلوا لنا عماره خليني كيبدلوا عماره الاعضاء هما رشام حميده ولا عبد حميده. انا اليوم السوبر ليغ، اليوم السوبر ليغ نقول لك انا ليش التحكيم تكون مستقله تري امبورطون. اسمح لي، هذا هو العمود الفقري العصب، ولكن شكون اللي يقودها؟ يقودها جزائري. بصح اليوم بلا تهضر لي هضره تاع واش فيرا ولا ما فيراش، كيما تاع عام عامين كان هذاك تاع لا جوندارمي تاع الجلفاسي الله يرحمه مسكين بن شريف، واش فيرا ولا ما فيراش. لا عدنا نستناو بهذه الطريقه ما نوصلوش. ديجا المهزله تاع الرباط هذيك راهي قعدت اسوء في حياتنا اللي ما نديروش. اشكو راهم محضرين الناس اللي يعرفوا البروتوكول باش يدخلوا البروتوكول. ما عباك تدي لي واحد تاع غمشتو مازال ما خسرلهاش باغي تاع هذا تروح تقضي معاه، ما كانش النزاهه ما كانش. شكرا شكرا ميسوم. هو ما يعطيه الصحة، نكر هشام حميدة ونلعب حميدة وكاع حميدة كاع سراقين كاع منافقين. والله نعطيك الصحة. بون قال لك زاتشي أسوأ مهزلة في تاريخ الكرة الجزائرية هي خرجت زاتشي في القاهرة في الرباط. أسوأ كارثة. يحيى قال لك شتاه واش بدك عليه يحيى؟ قال لكم يحيى هذاك شتاه ينقلب، قال لك ينقلبوا اليوم كونتر عليه اليوم معاه. قال لك منافقين. والله لا يعطيك الصحة. 50 مليون تاع ديزينياسيون ويا بابا ديزينياسيون بابا بابا. قال لك اللي قلنا ناس كبار دبلوماسيه، قال لك غادي، قال لك هذو اللي غادي يجيبوهم عندهم تا قيمه في افريقيا. قال لك شاشه بالبقمجه موسخه يروح كل شيء يروح يدير دبلوماسيه ويدير الكاريزما، ما كاش كاريزما. الله يعطيك الصحه مولم، الله يعطيك الصحه، الله يعطيك ما تمنى يا عمي عمي سيسيفي. هاي الزوم تحيه لكم خاوتي، وفي مزيد من الفيديوهات ان شاء الله، وصحه رمضانكم.